دلوقتي هناخد حضراتكم في زيارة إلى محافظة الفيوم. هناك كانت بتنظم شركة كايروس رييل للدواجن أحد مؤتمراتها المهمة جدا لكل رجال صناعة الدواجن. خلي بال حضراتكم كايروس رييل تنفس حاليا واحدة من أكبر المدن الداجنة في مصر بمساحة 27,000 فدان، وتعهدت بتحويل صناعة الدواجن إلى مشروعات رابحة في مصر. خليكم معنا. ما زالت الثورة مستمرة على أوضاع صناعة الدواجن العشوائية ومفاهيم المربين في التغذية للقطعان وتطهير العنابر وتحقيق الأمان الحيوي في المزارع وحماية القطعان من الأمراض الداجنة الشرسة اللي بتحاصر الصناعة وبتسبب نسب نفوق بتقترب من 250 مليون فرخة سنوياً، يعني خسارة فادحة للأمن الغذائي المصري مش للمربي لوحده. الثورة على أوضاع صناعة الدواجن بتقودها حالياً شركة الأهرام للدواجن، ودي واحدة من شركات مجموعة كايروس رييل العملاقة اللي بتأسس أكبر وأهم مدينة للدواجن في مصر بمنطقة الواحات على مساحة 27,000 فدان، وطبعاً فيها من الإبرة للصاروخ جدود أمهات معامل تفريخ بخلاف عنابر التسمين والمجزر ومصنع العلف، وكل ده باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه لغاية النهاردة. شركة الأهرام للدواجن نظمت في الفيوم مؤتمر دعم مربي الدواجن بهدف مساندتهم من خلال مركز الأهرام لدعم صناعة الدواجن بسك، بعد تدشينه فعلياً وتحديد مهامه في تنظيم مؤتمرات دعم المربين من خلال دراسات الجدوى وسبل التمويل والتسويق للإنتاج، يعني تحويل منتج الدواجن من مربي لصاحب مشروع قائم على العلم والدراسة الجيدة لظروف السوق. تعالوا في البداية نقابل الدكتور محمد عزام رئيس القطاع التجاري للأعلاف والخامات العلفية بشركة كايروس رييل عشان نفهم استراتيجية الشركة في دعم صناعة الدواجن. النهاردة مؤتمر كبير بنؤكد دور بسك في دعم المربين، مجموعة مدربة على أعلى مستوى للدعم الفني لكل مربي للدواجن في مصر، وكمان منزلين شكل جديد من الشكاير. صحيح. عملنا ده النهاردة. أولاً عملنا ده النهاردة لأن الفيوم هي هب أساسي من مراكز إنتاج الدواجن في مصر. فيوم يعني فراخ. بالضبط كده. الناس كان لازم نكمل سلسلة الدعم اللي احنا عملناها. يمكن حضرتك كنت معنا من الأول، مكملين إن احنا بندعم الناس، بنكلمهم بأحدث التقنيات اللي موجودة في صناعة الدواجن، سواء علمياً أو سواء إدارياً أو سواء تمويلياً. المهم كمان احنا بنلونش الشكاير الجديدة بتاعتنا بشكل تصور مختلف، حجم مختلف. ليه 25؟ لأنها مناسبة لأحجام تربيات مختلفة ما كناش بنتعامل معها قبل كده، لأنها بتحفظ الكميات الموجودة، بتقلل الهدر إلى حد ما عند المربي، كان بيحصل هدر أكبر من كده، مناسبة للتربية الصغيرة والصغيرة متناهية الصغر. يعني هي محاولة لتطوير 300 مليون فرخة بتطلع من قطاع الريف المصري. بالضبط كده. صح كده؟ محاولة لجعله أكثر تنظيماً وأكثر علم وأكثر دقة، بنقدم لهم أعلاف جيدة جداً في صورة سهلة متناولة، متناول إيديهم. الشكارة 25 أرخص من 50، فبالتالي يقدر إن هو تبقى أسهل إن هو يدفع ثمنها. يعني دكتور محمد، عايز أكلمك على دور بسك. احنا بنتكلم على مركز الأهرام للدواجن لدعم صناعة الدواجن. على الأرض النهاردة وصلنا لإيه؟ على الأرض الحمد لله احنا دلوقتي مكملين في المؤتمرات الجماهيرية اللي احنا بنعملها لدعم المربيين. الخدمات الصوتية والكول سنتر موجود وبنتواصل مع المربيين من خلاله. ننزل لهم ده غير بتاع التليفون. لا ده غير التيم الفني، غير كده حتى الناس. مش بنبيع شكارة بس، احنا بنبيع شكارة يا فندم. احنا متفقين ان احنا الدعم الفني بره قصة البيع. زي ما بقول لحضرتك في تارجت زيارات للشباب، للناس اللي ما بتشتغلش معانا، لتطوير الصناعة. عندي سوشيال ميديا، ودي كانت تجربة مثيرة ومفيدة طبعا جدا في الأهرام للدواجن. مش ماشي بالموبايل النهارده، اللي مش قادر يجي مؤتمر دعم مربي، خبراء كايروس رييل بيدوا له المسج لغاية عنده. مواصفات العلف من أهم شروط نجاح دورة الدواجن وتحقيق أفضل نتائج في الأوزان وأقل نسبة نفوق. تعالوا نقابل الدكتور ناصر خضر استشاري التغذية والتغذية الإكلينيكية في مجموعة كايروس رييل ورئيس قسم التغذية بكلية الطب البيطري في جامعة بنها. النهاردة حضرتك في الندوة اتكلمت عن التغذية، مفهوم كبير جدا، وحددت 5 ضوابط إذا لم تتواجد فأنت بتدور القطيع بتاعك وبتخدع نفسك. أنا عايز أسمع بقى الخمس حاجات دول بالتفصيل والشرح عشان الناس كلها تتعرف عليها، لأن ده المفهوم الصح للتغذية في صناعة الدواجن. التغذية في مفهومها الحديث اللي يحقق
أقصى استفادة للطائر، يحقق أقل استعمال أدوية، يحقق أقصى استجابة للتحصينات، وأحسن تحويل. خمس عناصر. رقم واحد، التركيبة العلفية، كيان يغطي الاحتياجات. اثنين، هضم متميز. الحاجة الثالثة، امتصاص متميز. وخلي بالك يا فندم ان التركيبة العلفية التي تغطي الاحتياجات ومصحوبة بهضم وامتصاص متميز بنسميها تركيبة تؤدي الى صحة امعاء متميزة. صحيح. الشرط الثالث يا فندم او الرابع انا اسف، هو عبارة عن ان التركيبة العلفية عندما يتعامل معها الطائر غذائين ياكلها لا تسبب مشاكل صحية للكبد والكلى كسموم فطرية وما شابه ذلك. يعني الحاجة الأخيرة يا فندم، يجب أن يكون سعرها اقتصادي في ضوء غلو الأعراف الرهيب الوقتي. طب دكتور ناصر، دلوقتي أنا مربي لا حول له ولا قوة، هعرف الكلام ده كله منين؟ هل في ضوابط مثلا للتركيبة المثالية لاحتياجات الطائر اللي أنا المفروض ألاقيها موجودة على الشكارة، واللي يضمن أن الشكارة ملتزمة بما كتب عليها في الليبل بتاعها أو بطاقة التعريف؟ رقم واحد، شكل الحباية. رقم واحد، شكل الحباية. بعد شكل الحباية ببص على تحليل العلب بتاعي، طاقة، احماض امينيه، مع صوديوم بوتاسيوم كلورايد. اذا طمنت اشتري واستقر مع الشركه. لكن ده ما اقدرش احلل علف في بودره او نص ناعم، ما اقدرش اعمل طائر عنده 10 ايام اجيب علف حجم الحبايه 4 مللي، ما احل، ما انا احل طلع مظبوط بس الطائر ما ياكلوش. دلوقتي هنقابل مع حضراتكم الدكتور مجدي القاضي، رئيس الجمعيه المصريه البيطريه للدواجن وعميد كليه الطب البيطري بجامعه بني سويف سابقا، وهيشرح مصادر التلوث لمزارع الدواجن وإزاي نضبط منظومة الأمان الحيوي. ركزوا معاه. الندوة بتاعت حركة النهاردة الناس كلها كانت منصتة وبشدة، احنا بنتكلم في مصادر العدوى في مزارع الدواجن، يعني سبب الخسارة. اشرح لنا دكتور. الحقيقة الأمراض الفيروسية زي يمكن احنا شفنا في الكورونا والكوفيد 19، مصادر العدوى بتنتقل والناس تبقى حريصة ازاي، والتباعد الاجتماعي نفس الكلام. عندنا في الطب البيطري وعندنا في الدواجن مصادر العدوى، عندنا فيروسات زي الكورونا وأسرع من الكورونا، وإحنا بنربي في ملايين الطيور، فلازم نحافظ عليها ولازم نمنع مصادر العدوى. إيه هي مصادر العدوى بالنسبة للطيور بتاعتنا أو بالنسبة للمزارع بتاعتنا؟ أول حاجة العامل البشري، الإنسان نفسه، سواء طبيب بيطري أو مهندس زراعي أو عامل أو حتى سائق سيارة، فكل دول بينقلوا العدوى. فالعربية نفسها ممكن تكون مصدر العدوى، دي احد مصادر العدوى. العصافير اللي بتطير، الحمام والطيور المهاجره، كل دي مصادر العدوى. القطط والكلاب دي مصادر العدوى. كل حاجه قابله انها تحمل الفيروس او المسبب المرضي ممكن تخش المزرعه قد تكون مصدر العدوى. لازم في احتياطات كبيره جدا اعملها بالنسبه ليا، لازم اغير لبسي اللي انا لابسه، ويبقى في مغاطس بنزل فيها اذا كنت بخش في مزرعه كبيره ومهمه، مغاطس، وبغير اللبس اللي انا جايبه، وبعد المغطس باخد شاور وبلبس لبس المزرعة اللي هو قد سبق غسله وتعقيمه. طبعا عمليات التطهير اللي ما بين المزرعة، بين الدورة والدورة أو أثناء الدورة، كل ده بيقلل لي الحمل الميكروبي اللي ممكن يكون موجود في المزرعة. وفي نفس الوقت مع كل ده بنحصن أو بنلقح الطيور ضد الأمراض الخطيرة، زي مرض نيوكاسل، زي مرض الاي بي، زي مرض الانفلونزا وكمبورو، كل دي امراض شديده الخطوره بتاثر على صحه وجهاز المناعه للطائر. القطيع بقى نفسه اتعامل معاه ازاي عشان اضمن ان هو نفسه ما يبقاش حامل العدوى ومش باين عليه ويصيب السليم؟ المزرعه الناجحه بتبقى عباره عن ايه؟ كتكوت جيد، علف جيد، بيئه مناسبه، ومراقبه صحيه او متابعه طبيه. مش كفايه بس ان انا اكون عندي كتكوت جيد، لا، احافظ عليه طول الدوره ان هو يتنه صحيا سليم باتباع بقى الاجراءات الصحيه، التهويه الجيده، الكثافه، الكلام ده كله، واحصن ضد الامراض الخطيره اللي ممكن تكون موجوده. نمره 3، ان اتخير العلف الجيد اللي هو يقدر يلبي احتياجات الطائر او يلبي السلاله اللي انا بربيها. صناعه الدواجن في الصعيد بتوفر فرص عمل كبيره للشباب، وبتحقق ليهم هامش ربح مميز، وخصوصا لو اشتغلوا بضوابط الامان الحيوي والبعد الوقائي. تعالوا نقابل هاني نسيم، وهو مربي دواجن بمحافظه الفيوم، وبيشتغل بطاقه 50,000 فرخه في الدوره. قلت لي عايز اتكلمك عشان عندنا معوقات كتير جدا في الصناعه، عايز اسمعك. بدايه مدخلات الانتاج النهارده تكلفه العلف اسعاره عاليه جدا، دي حاجه على مستوى العالم. كتكوت وصل 14 جنيه و14 جنيه ونص. المربى الصغير صمام امان السوق.
صحيح. لو حصل ان المربي الصغير ده طلع وهو في طريقه للنهاية على اللي بيحصل الفترة الأخيرة دي، يعني البروتين اللي هو أرخص حاجة بتوصل للمواطن المصري مش هتبقى موجودة بالأسعار دي خالص لو مسكتها الشركات بالشكل اللي داخلين عليه. اللي قدام حضراتكم ده هو الحاج حمدي عبد الونيس، وهو من تقايل مربي الدواجن بمحافظة الفيوم. ركزوا معاه. الحاج حمدي عبد الونيس لما نقول الفيوم يعني بيقول فراخ. خلصت. ربنا يبارك فيك. وحضرتك بتربي النهاردة في عنبر 50,000 طائر. اخبار معاك العلف ايه؟ العلف بتاع الاهرام ده من انظف انواع العلف اللي موجودة في السوق، احنا بنشتغل بيه من فترة كبيرة جدا. شركة الاهرام شركة عريقة بتدعم السوق، بتدعم المربي، بتتواصل. حاسس بفرقة الدعم الفني اللي عاملينها اللي هي بيسك دي بتنزل لك بتشوف انت محتاج ايه؟ لا بتنزل، الدعم بينزل والشركة متواجدة 24 ساعة متواجدة، اي مشكلة اي حاجة في العلف بتيجي وتتكلم وتشوف المشكلة فين وتعالجها. دلوقتي هنتعرف على محمود توفيق وكيل اعلاف الاهرام للدواجن في محافظة الفيوم، وهنفهم منه ازاي فاز بوكالة الشركة في قلب الصعيد. نازلين بمنتجات جديدة وعندنا منتج هام جدا الناس كلها قالت ان هو من افضل انواع الاعلاف الموجودة في مصر. مظبوط. ده حضرتك بتلمسه ازاي؟ رد الفعل من المستهلك. احنا بدورنا بنوزع طبعا على تجار الجملة وتجار النص جملة. المردود بتاع العلف عند التاجر، زيادة الطلب عليه، المتابعة الفنية والدعم الفني اللي موفره الشركة بصراحة، انه يتابع المنتج ويتابع الشغل بتاعه. الحمد لله المردود بتاعه كويس جدا جدا جدا، سواء على مستوى المزارع وسواء على مستوى القطاع التجاري. شركة الاهرام للدواجن هدفها النهاردة تشجيع قطاع الانتاج الداجني ودعم المربين على ضخ استثمارات جديدة في تطوير العنابر عشان نضمن التحكم فيها وخفض نسب النفوق ورفع معدلات التحويل الغذائي للقطعان، يعني اعادة التنظيم من جديد لصناعة 100 مليار جنيه في مصر.